أكاديمية البحيرة. كلمة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أعزائي التلاميذ وأساتذة الأكارم، بارك الله بكم وأسعد صباحكم بأنوار الأمل والحياة والنجاح. ونبدأ إذاعتنا المدرسية لهذا اليوم بتعريفكم بموضوعها الأساسي، وهو شهر رمضان المبارك، وهو أهم الشهور في السنة الهجرية. فلا بد أن نسلط الضوء على ما في الشهر العظيم من تضاعف الأجر والثواب على كل عمل يقوم به المسلم، فقد ورد ذلك في الكثير من الأحاديث النبوية الشريفة. ما أن شهر رمضان هو أحد مواسم السعادة التي يفرح بها المؤمن، ففيها تحط السيئات وتكثر الحسنات. شكرا لحسن استماعكم، وأسأل الله تعالى أن يبلغكم الشهر الكريم وأنتم في أحسن حال، وأن يغفر خطايانا وخطاياكم. حدث في مثل هذا اليوم سنة 2014، العلماء يكتشفون أن أحد أقمار زحل، وهو إنسيلادوس، يتمتع بمحيط من المياه السائلة أسفل سطحه المتجمد. والآن مع حكمة اليوم. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والآن مع فقرة هل تعلم؟ هل تعلم أن صيام رمضان فرض في السنة الثانية للهجرة؟ والآن حان وقت الرحيل، فلكم من الشكر الجزيل على حسن استماعكم، ولنا عليكم الدعاء بالتوفيق.